قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية بمدينة السيارات المتكاملة، وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على الموقف التنفيذي والإنشائي للمدينة والتي تقع على مساحة 57 فداناً على تقاطع محور محمد نجيب مع طريق المحاجر وتسع لأربعة آلاف سيارة. سيادتك النهاردة فندم مشرفنا في سوق السيارات الجديد. بعد الدراسة والعرض على سيادتك فندم تم اختيار مكان سوق السيارات الجديد بحيث أنه يكون مكان سهل الوصول ليه من جميع المحافظات يا فندم، وبالتالي تم اختياره فندم في المكان اللي احنا فيه دلوقتي. سيادتك سوق السيارات يا فندم بيقع على طريق المحاجر العين السخنة. الطريق ده فندم سيادتك بيربط مع عدة طرق رئيسية، أهمها طريق محور محمد نجيب، طريق الدائري الأوسطي، والطريق الدائري الإقليمي. وكده فندم احنا سيادتك بنسهل الوصول للسوق دون التحميل على الشبكة الرئيسية القائمة أي أعباء مرورية يا فندم. تم إنشاء السوق سيادتك على مساحة 57 فدان يا فندم. ال 57 دول يا فندم مقسمين كالآتي: أربع ساحات انتظار رئيسية بسعة 4000 سيارة. تم إضافة فندم مظلات أفراد ومظلات سيارات وعدد 9 دورة مياه موزعة على مساحة السوق بالكامل يا فندم، بالإضافة سيادتك لعدد 2 مبنى رئيسي زي قدام سيادتك حضرتك. المبنى الرئيسي رقم 1 يا فندم ده مبنى مجهز لأعمال الشهر العقاري والنيابة والمرور. الدور الأرضي منه يا فندم مجهز للورش سريعة الصيانة. المبنى الرئيسي رقم 2 يا فندم ده مبنى مجهز لأعمال البنوك وأعمال معارض السيارات وأعمال المطاعم والكافيتريات. وكده فندم احنا سيادتك بنسهل على المواطن إجراءات البيع والشراء داخل السوق. بالإضافة فندم تم إنشاء مسجد بسعة 250 مصلي، بالإضافة فندم لمبنى حماية مدنية شرطة إسعاف إطفاء، بالإضافة فندم تم إنشاء مبنى إداري لإدارة أعمال السوق. والميزة فندم في سوق السيارات سيادتك إنه السوق بالكامل مراقب بالكاميرات، ولتسهيل إجراءات الدخول والخروج للسوق يا فندم تم إنشاء 16 بوابة إلكترونية موزعة فندم 10 بوابات دخول على نسق واحد و6 بوابات دخول موزعة على نسقين، نسق حضرتك بيخرج على طريق المحاجر العين السخنة ونسق تاني حضرتك بيخرج على طريق محور محمد نجيب يا فندم. تم عمل جميع الشبكات البنية التحتية يا فندم للسوق، كهرباء ومية وحريق، وربطها على الشبكات العمومية. تم تجهيز جميع مسارات النظم والمعلومات. وكده فندم ان شاء الله في خلال الشهر اللي جاي شهر نوفمبر ان شاء الله احنا بننسق مع الشركه الوطنيه للاستلام وبدا اعمال التشغيل التجريبي ان شاء الله يا فندم. ده الشكل النهائي يا فندم من ببيت الجنود والمسجد سيادتك، وده المبنى الحمايه المدنيه اللي موجود شرطه واطفاء واسعاف، وده المبنى الاداري اللي بيدير اعمال السوق يا فندم، ودي المنشات كل الاعمال الاعتياديه والنظم والمعلومات. انتوا جاهزين كده للشهر خلاص ان شاء الله يا فندم. انا عايز اطمن ان الخدمات اللي معموله للمواطنين مناسبه. تمام سيادتك. طيب في عندك مشكله في المرافق؟ ميه كهرباء؟ تم ربط جميع المرافق يا فندم من كهرباء وميه وحريق على الشبكات العموميه يا فندم. طيب الدنيا ماشيه كويس. تمام سيادتك، شاكرين. شكرا حاتم. ايوه يا امير.